في عناوين النشرة: الحريري من عين التين رافض للتمديد، ولكن يمكن موقفي من التمديد واضح. موقفي من التمديد أنا كنت ماشي بالتمديد، اليوم بقول لكم أنه لا، مش ماشي بالتمديد. قطعوا، ضربوا، كسروا، حملوا السلاح باسم الشعب. روحوا على بيت رئيس الوزارة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، هون الثلاثة هن اللي بيحلوا لكم المشكلة، طريق ما بتحلوا لكم المشكلة. والأمن يتحرك ابتداء من اليوم. قادرين نفرض تطبيق القانون بكل الوسائل الممكنة، قادرين، أكيد قادرين. قاتل إليان حرا والقاضي آخر من يعلم. مين مضى أخلاق سبيله؟ وينه حسن حمية؟ رونالدينيو للجديد. أرو كلاسيكو das lendas do Barcelona contra as lendas do Real Madrid. Conto com vocês. Um grande abraço. وفي النشرة: أغرم بلبنان من الفضاء فهب طافيه. So here you see Beirut. أحزاب سياسية سرقت صوت المواطن، كان معهم وقت ليعملوا قانون انتخابي، واليوم نحن على أبواب تمديد ثالث. عيب وعار عليهم بآخر شهر يمددوا لحالهم. كل الحكي اللي عم ينحكى عن تمديد تقني مرفوضة رفضا تام. صباح الخير. لم يبدد لقاء المساء بين الحريري وبري هواجس جلسة 15 من أيار، فرئيس الحكومة الذي زار رئيس المجلس حاملا تنازلاته الانتخابية لم يعطي وعدا حاسما برفضه حضور جلسة منتصف أيار إذا ما خصصت للتمديد، بل اكتفى برفض التمديد والفراغ معا، وقال إن التحدي اليوم منكب على إيجاد قانون للانتخاب، موضحا أن الخطوط الحمر التي كانت مرفوعة حول اقتراحات القوانين قد تحركت، واستطعنا أن نتوصل إلى نقاط تقرب وجهات النظر بين الأفرقاء، ورأى أن الحلول موجودة والاجتماعات مستمرة، وبينها اجتماع يعقد هذه الليلة، وطلب الحريري من الآخرين أن يفعلوا جزءا يسيرا مما فعله هو على صعيد التنازلات، حيث أنه كان سائرا بالتمديد لكنه لم يعد كذلك اليوم، وأيضا كان يرفض كثيرا من الطروح الانتخابية بينما هو يقبل بها الآن على سبيل التضحية. ولما كانت عجلات القانون متوقفة عن الدوران، فإن عجلات الشاحنات جاءت أسرع، حيث دهست المواطنين وعبأتهم كرهائن نصف نهار، وبلا وجل استخدم الناس أوراقا لحرب قريبة المدى، وجرى إذلالهم والاعتداء على سياراتهم وقهرهم واستخراج مرارتهم ودفعهم إلى لعنة وطنهم على من فيه من حكام ساقطين يسعون للنهوض مجددا من بين الأموات السياسيين. وصواريخ الرماية كانت تنطلق من عين التين باتجاه بعبدة وبالعكس، ليسقط العابرون ضحية وسجناء طرق من دون أن تعتذر الدولة إلى مواطنيها أو أن تقدم لهم المتسبب الأساسي بكل ما جرى. وإذا كان النائب هاني بيسي قد نفى ضلوع أمل في الحرب الشاحنة، فإن التوقيت يتكلم، فلماذا تستحضر أرواح أصحاب الشاحنات على الزمن الانتخابي الحاسم؟ ومن حرك المياومين قبل ذلك؟ ومن هو المعلم والأستاذ في قيادة الشاحنات الثقيلة على الطرقات السياسية سوى الرئيس نبيه بري؟ هو السائق النبيه العالم بالطرقات الفرعية الرئيسة، الذي يعرف كيف يحرك الشارع ثم يستلحقه بالأسف والرفض والاستنكار إلى حد الغضب الجاهز. وتأكيدا لذلك، فإن اجتماع مجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية قد بلغه دعم من الرئيسين ميشيل عون وسعد الحريري من دون رئيس مجلس النواب نبيه بري،
والمجلس الذي عقد اجتماعا طارئا تحلى بقرارات عزم عليها الوزير نهاد المشنوق للمرة الأولى في وجه مافيا الكسارات والمرامل التي لم تلقى على مر التاريخ من يلجم تمددها واستهتارها بحياة الناس. وقد وضع المشنوق حدا لدولة من بحص ورمل لعصابة كانت تحيا وتستمر على رشا توزعها على سياسيين وأجهزة وقضاء لتستحصل على الحماية الدائمة. ولكن هل انتهت الأزمة هنا أم إن اليوم يوم آخر من الحصار؟ وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، أعلنت وكالة سبوتنيك الروسية بأن وسائل إعلام محلية ودولية تناقلت معلومات تشير إلى سماع دوي انفجار ضخم فجر اليوم من جهة مطار دمشق الدولي أعقبه حريق في نفس المكان والأسباب مجهولة. هذا ونشرت وسائل إعلام عربية أخرى معلومات تشير إلى أن طيران العدو الإسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي بخمسة غارات على السرب العسكري داخله، وشوهد تصاعد كثيف للنيران وأعمدة الدخان. رئيس الحكومة سعد الحريري يقول بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني: لا نريد التمديد ولا الفراغ، والحلول مطروحة على الطاولة. قبل 19 يوما من انعقاد الجلسة 15 من أيار التشريعية، قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني: اليوم وصلنا إلى مرحلة توجب التوصل إلى القانون الذي يوافق عليه الجميع، فيجب أن لا نكون سلبيين والحلول موجودة. أنا عندي قناعة أنه الأمور يعني بكل الأولين اللي تقدمت يعني واصلة على نقطة أو نقطتين حتى نتوافق عليها، وأنا عم بحاول اليوم أنه نقرب وجهات النظر من كل الأفرقاء السياسية لحتى نوصل ل 15 أيار بحل، لأنه ما في شك أنه ما في حدا بالجمهورية بده الفراغ وما حدا بده التمديد. أنا ما بدي التمديد، فخامة الرئيس ما بده التمديد، وحتى يعني بس لما نحكي بموضوع التمديد حتى دولة الرئيس ما بده التمديد. يمكن موقفي من التمديد واضح، موقفي من التمديد أنا كنت ماشي بالتمديد، اليوم بقول لكم أنه لا مش ماشي بالتمديد، يعني هذا بكل وضوح. بموضوع 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 عم بحكي موقفي هلا بموضوع القوانين الانتخابية. أنتوا بتعرفوا شو كنت أنا ضد ولوين وصلت، بتمنى على الآخرين يعملوا شوي من اللي عملته شوي، لأنه أنا أظن كفريق سياسي اللي كنت ما ممكن وافق عليه وافقت عليه، مش لأنه عندي مصلحة سياسية فيه، لأنه أنا بشوف البلد بحاجة لحل سياسي، لأنه أنا بشوف أنه المواطن اللبناني طفح قلبه من كل هذه الأمور، وطفح قلبه أنه بده يشوف اقتصاد بالبلد. ما أظن أنا أنه فخامة الرئيس بده أنه عهده يكون في فراغ، ولا أنه ما يكون في قانون جديد، ولا أنه يكون في تمديد. واضح فخامة الرئيس موقفه إن كان في تمديد لأنه في قانون جديد ويجب علينا أن نمدد عشان هيدا القانون. وتحدث الحرير عن جلسات مجلس الوزراء المعلق انعقادها منذ فترة: أنا عم بحط ضغط على الجميع عشان نشتغل على أنه الانتخاب، بس لما نشوف يعني، وأنا قلت أنه الأسبوع الجاي حنعمل جلسة وحنعمل جلسة. يذكر أن الوزير غازي العريض كان قد التقى المعاون السياسي لبري علي حسن خليل قبل وصول الحريري إلى عين التينة لبحث التطورات في موضوع قانون الانتخابات. سائقو الشاحنات اعتصموا في وجه الدولة، والثمن دفعه المواطنون العالقون في سياراتهم. من الأوزاع وطريق المطار إلى الزهران وظهر البيدر، استفاق اللبنانيون المتجهون إلى أعمالهم على حصار لف العاصمة بيروت. شاحنات فارغة
ركنت على الطرقات المؤدية إلى المدينة. احتجزت اللبنانيين ساعات في سياراتهم وأصحابها غير آبهين إلا بمصالحهم. بداية قطع كامل للطرقات قبل أن تفتح تدريجيا. حرام، نحن عالم عنا وظائف، عنا شغل، عنا مواعيد، والله أخرونا. هذا هاني ما حيفيدكم، روحوا على بيت رئيس الوزارة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، هون الثلاثة هن اللي بيحلوا لكم المشكلة، طريق ما بتحلوا لكم المشكلة. بدي أقول لهم يعني هذا مش منطق، العالم كلها تتبادل على الطرقات كرمال المطالب، ما عارفين حالكم لوين رايحين ولوين جايين. يعني قال من كلمة عيب الشوم على أصحاب الكاميونات وعلى المسؤولين كلهم، لأن هدول لو ما مدعومين ما بيسترجع من هيك بالشعب، شو ذنب هالشعب هذا كله؟ عندنا حالة وفتح وما لحقنا ننزل ندفن. بلحنا ننزل ندفن، الله ياخذ على البلد وزعمات على البلد يا رب. زل زل، يا ريتك معنا يا معالي الوزير. بس أسباب حصار المواطنين عللها أصحاب الشاحنات الذين أوقف عملهم بأسلوب للضغط على المسؤولين. سكرونا الكسرات والمرامل قرار وزاري، ونحن لأني قاعدين بقى يعني وضعنا المادي بيصير صفر، شهر ما في شغل يعني قاعدين. اليوم أنتوا ضيقتوا المسلك والعالم على الآن صار له ساعات على الطريق، ليش ما بتروحوا بتوصلوا صوتكم للي سكر المرامل والكسرات؟ ما وصل الصوت، وصل الصوت وما سمع، إجي قوة علينا سكرنا السكات هلاني كمان. أما رئيس نقابة مالكي الشاحنات شفيق القسيس فبشر اللبنانيين بمزيد. طالما الدولة هي وقفتنا قصرا عن شغلنا، شغل شاحناتنا وخراب بيوتنا، رح نتوقف عن العمل ابتداء من صباح بكرة الساعة 7 ويكون مفتوح التوقف. نحن اقتراحاتنا انه الكسارة المرخصة تشتغل، المرمي المرخصة تشتغل، ومنتمنى على وزير الداخلية ومنتمنى له كل الخير انه هالاشياء هيدي ياخدها بعين الاعتبار وننسق معه ونحن حاضرين. بات المواطنون رهينة مواطنين وورقة ضغط لتصفية الحسابات بين المسؤولين. إنه الشارع حيث تسقط كل الشرائع. حسان الرفاعي، قناة الجديد. أصحاب الشاحنات تحولوا إلى قطاع طرق بعدما أقفلوا الطرقات واتخذوا المواطنين رهائن في الشارع، وتطور الاعتصام إلى اعتداء على المواطنين وسياراتهم. وأعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف سينفاء المفتعل الأساسي للإشكال في الكوستا برافا. فوت يا عند هلا احكي لك كلمه. ايه ايه صوت. شفتني شفتني صوتتني. لا سلاح الدستور يواجه بسلاح الشارع وأطراف المعركة في السلطة نفسها. متعاقدو الشؤون الاجتماعية، المياومون، أصحاب الشاحنات. ثلاثة اعتصامات وإضرابات عصفت بالبلاد في أقل من 48 ساعة. إنها لعبة نقل الخلاف إلى الشارع بعدما تفاقم في المؤسسات. مش بهذا الأسلوب أبداً. ثلاثة أسئلة تطرح: هل هو رد فعل على فعل؟ هل هو توقيت سياسي؟ وهل من جهة محردة؟
قررت تأجيل انعقاد الجلسة المجلس النيابي مدة شهر واحد. رأس الدولة عطل المجلس النيابي ومعه الحياة الدستورية التي ترافقت وتعطيل عمل الرئيس بره، فهل رد الأخير بتعطيل الشارع؟ إذا الرئيس عون بيقول نحن منعطل المؤسسات، الرئيس بره عم بيرد بيقول نحن منعطل الشارع. هذا الموضوع مش صحيح أبدا ولا له علاقة بالسياسة، هي مطالب للناس وتصرفات من الناس، المسؤولين يعالجوا هذه الأمور، ما له علاقة بالسياسة، ما حدا سيسها بطريقة غلط يعني. طيب ليه البعض بيقول إنه الحركة هي وراهم هيدول التحركات؟ اتهامات مشبوهة لوضع الحركة أمام مطالب الناس كلها سوا، في وزارات وفي حكومة مفترض تأخذ دورة بكل المسائل والملفات العالقة، في قرارات اتخذت وفي تداعيات لها بالشارع، الحكومة تعالج الموضوع، حركة أمل ما لها علاقة بهذا الموضوع. ليش دائما عن نظرية المؤامرة بالبلد؟ لا، هذه مطالب حق محقة، يمكن طريقة تعبير عن المطالب غير محقة أو يعني عم تضر المواطنين، ولكن لا يجب ربطها بالأمور السياسية، هذا شيء مؤسف. يعني ليس ردا على الرئيس هون؟ أكيد لا. إن كانت هذه نظرية مؤامرة، فغياب نواب تكتل التغيير والإصلاح كلهم عن لقاء الأربعاء الذي لا طالما حضره جزء كبير منهم يطرح علامة استفهام. وحده النائب إيميل رحمة حضر، الذي ما لبث أن غادر بعد أقل من 10 دقائق. غاب التيار عن الحركة، سلاح الشارع في وجه سلاح الدستور. حرب باردة دروعها المواطنون. ليال سعد، قناة الجديد. وزير الداخلية نهاد المشنوق يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي. استجابة لمناشدة المواطنين بعد إقفال أصحاب الشاحنات الطرقات، دعا وزير الداخلية إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي. أصحاب الشاحنات عم بيدافعوا عن الناس اللي عم يعملوا ملايين دولارات من شان معاشهم، معظمهم ما عنده رخص، ما عم بقول ما في ناس ما عنده رخص، معظمهم ما عنده رخص، وأصلا هاي مسألة الرخص واللي أعطتها وزارة البيئة والمجلس الأعلى للمقالع والكسارات حينحكى بمجلس الوزراء شو حدودها وشو واجباتها وقديش هي مطابقة للقانون. الاجتماع رأسه المشنوق بحضور قادة الأجهزة الأمنية والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب. ولم يستمر أكثر من نصف ساعة، لخصت مقرراته ببيان أشير فيه إلى أنه تقرر الطلب صباح غد الخميس إلى القوى العسكرية والأمنية مباشرة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمنع إقفال الطرقات الدولية، إضافة إلى تأمين حرية تنقل المواطنين وسلامتهم وانتقالهم إلى أعمالهم ومنازلهم والحفاظ على السلامة العامة ومنع إقفال أي طريق دولية مهما كانت الأسباب. وأكد الوزير المشنوق بعد الاجتماع أنها مقررات جادة وستنفذ ولو باستعمال القوة. قادرين نفرض تطبيق القانون بكل الوسائل الممكنة، قادرين، أكيد قادرين، حتى استعمال القوة. استعمال القوة إذا كان ضمن القانون مسموح. برأيك اجتماع الطارئ ما أجا متأخر شوي من بعد يومين يعني؟ بعد يومين من شو؟ من إقفال الطرقات، يعني عم بيصير في دايماً إقفال. ما كان الموضوع عولج صباحاً، ما عولج من خلال مجلس الأمن المركزي، وضعنا الأسس للتعامل مع هذه الحالات، يعني ما متعلقة بس بإقفال الطرقات، هي بأنه الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتسهيل تنقل الناس وحماية السلم الأهلي بكل الوسائل القانونية، سواء من خلال الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو بأي حالة مماثلة، مش بس بما يتعلق بالطرقات. في رسالة سياسية مستفيد منها أحد من السياسيين من هذا التحرك؟ ما عندي معلومات من هنا. كما بحث مجلس الأمن في مواضيع أمنية بقيت طي الكتمان. ليال بوموسى، قناة الجديد. بعد الإعلان الحدث تحرم البوكر. أهلا بكم من جديد. قانون الانتخاب تحول إلى مسرحية قديمة وأبطالها على خشبة المسرح في 15 من أيار. شخصت الأنظار إلى عين التينة في انتظار ولادة صيغة قانون جديد. عقد لقاء الأربعاء وخرج النواب غير محملين بأي اقتراح ولا بأي مشروع. بالنسبة لقانون الانتخابات صاير فينا
مثل مسرحية للرحابنة تجي رسالة لبنت اسمها سلمى وبيها ما بيعرف يقرأ، بصير بيعيط لفلان ولفلان ولفلان، كل واحدة بقريها على ذوقه، وهيك حاصل معنا. وقالوا له آخر شيء، أنت لا تفكر، لحنا منفكر عنك. أنا ما بعرف أقرأ، بحياتك أقرأ لي. لا تواخذني، المكتوب منه شئلك. هاي حمله نزل عن ظهري. المكتوب لبنتك. لبنتي أنا؟ إيه لبنتك سلمى. عجل عجل شوف لي شو كاتب، وعا تكون مطابق معه. طول بالك حبيبتي سلمى. يخلع عني عك خلع. لك أنا شو دخلني؟ لا تواخذني، أنا عم بضربه إلو. هاي قتال مكتوب تقيل، إذا كل جملة بقتلي هالشغلة منا شغلة. عزيزتي سلمى وبخبرك عن الدرس، عنا درس كتير، وبعد بكرة عنا فحص جرامير وتصوير. أيتها الآنسة من بعد السلام، بلا طول الكلام بدي حكيك بقضية حتى ما ننلام. بترجاكي طول البي يدفع أجار الدكان. انت لا تتدخل، نحن بنتدخل عنك. بعضهم يستذكر مسرحية، وبعضهم الآخر يلتزم الصمت مشبهاً الوضع بالخبصة. التزام الصمت أولى، فأنا صامت. وحده النائب علي بزي نقل موقف الرئيس بري الذي دعا إلى الاحتكام للطائف. تعمل مجلس نيابي وطني خارج قيد الطائفة، وبتستحدث مجلس شيوخ بتطبق عليه القانون الأرثوذكسي، وبتمثل فيه بعدالة بغض النظر عن حجمك كطائفة. رئيس مجلس النواب اللبناني اللي هو ينتمي كمان إلى طائفة معينة عم يطرح عليك هيدي الفكرة، أوكي، ويتنازل عن جزء من صلاحياته، يمكن ما بتصير إلا بعهده هو عم يعمل هيدي الشغلة. في جلسة ب 15 أيار، جلسة مش تمديد، جلسة للتصويت ضد الفراغ. غاب التفاؤل والإيجابية عن لقاء الأربعاء. الكأس المرة ستشرب في 15 من أيار ما لم يخرج قانون انتخابي من قبعة السلطة، فإما العودة إلى 60 وإما التمديد أو الفراغ، جميعها طروح مرفوضة بحسب ركاب بوسطة السلطة. فأين الحقيقة يا بوسطجه؟ ويني الحقيقة؟ طنش طنش. ليال سعد، قناة الجديد. لقاء الأربعاء النيابي من مجلس النواب إلى عين التينة بدأ جامعا وانتهى لقاء رفع عتب. في أواخر التسعينيات وذات أربعاء كان اللقاء الأول، ولا يزال اللقاء نفسه يتكرر كل أربعاء. على خلاف المرات السابقة في لقاء الأربعاء، لقد طغت الأجواء حول التحضير لقانون انتخاب جديد بأسرع وقت ممكن على لقاء الأربعاء النيابي. كما ذكرت، الموقف اللافت والذي استهل به لقاء الأربعاء هو يجتمعون يتشاورون في آخر المستجدات ويصدر موقف عن رئيس مجلس النواب. دائما دولة الرئيس يعمل في سبيل المصلحة الجامعة. رئيس بري ما حكى بدمج وكذا. دولة الرئيس اليوم حذر. هذا اجتماع نيابي أسبوعي نتطرق إلى مواضيع الساعة، وانتوا عم تلمسوا انه في مواضيع الساعة عم تنطرح. قبل عام 2006 كان لقاء الرئيس نبيه بري بالنواب يعقد في المجلس النيابي، حين ذاك كان مفتوحا أمام جميع النواب، لكن الأوضاع الأمنية والسياسية نقلته من مجلس النواب إلى عين التينة. ومع أن اللقاء بقي للم شمل الجميع، إلا أنه تحول بفعل الانقسام السياسي الحاد في البلاد إلى ما يشبه لقاء لنواب من كتل قوى الثامن من آذار. المؤسف بلبنان في بعض الكتل ما بيجوا. أنا هلأ جاي لعند عمركز رئيس مجلس النواب، يعني اللي بدوش يجي على مثلا على تنمية والتحرير ما بيروحش على التنمية والتحرير. أنا كتير متأسف أنه ما بيجوا كل الكتل لهون،
يعني ضروري يكون كل الكتل موجودة بهالنهار هذا، وهذا تقليد عريق للمجلس النيابي. تغير المكان وتبدل الحاضرون مع تغير اللعبة السياسية، فخرجت القوات السورية من لبنان وولد 18 من آذار، وبات للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب ممثلون في البرلمان، لكن اللقاء بقي يوم الأربعاء بنص الجمعة. نعيم برجاوي، قناة الجديد. قاتل الشاب إليان الصفطلي أخلي سبيله من دون علم القضاة، ووالدتها تطلب مقابلة وزير العدل. وهذا أحلى فستان بحبه. تبحث بين ملابسها عما تبقى من رائحة إليان ابنة 20 عاما التي قتلتها رصاصة غدر يوم احتفالها بعيد ميلادها. قضية إليان صفطلي لم تغلق بعد، وآخر فصولها جلسة المحاكمة الاستئنافية التي عقدت الثلاثاء في المحكمة العسكرية، حيث اختفى أثر المتهم بقتل صفطلي والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات الرقيب الأول حسن حمية بعدما خرج من السجن بلا علم القضاة. وفي التفاصيل التي روتها لنا والدة إليان، أنه لدى استدعاء رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني رطوف الشاهد الأول طلال حمية مثل الأخير من دون محام، فقال: ما معي محامي، حطوا لي أنتم محامي. واستدعى الشاهد الثاني ياسر حمية وسأله: أين محاميك؟ فرد: ما بعرف، كان هون وفل. فأجل لطوف الجلسة إلى 8 أيار. أما الفاجعة فكانت عندما سأل القاضي عن المتهم حسن حمية. رد طلال حمية أو حدا من جوا قال له مريض. قال له: طب إذا مريض بس وينه؟ قال له: أخلي سبيله ويحوه بالبيت. هلأ هون هو الشاهد قال أنه أخلي سبيله لحسن، شاهد اللي قال له للقاضي هيك أخلي سبيله يحوه بالبيت. وبلش هون علامة السؤال، علامة التعجب من بين القضاة كلهم: مين أخلي سبيله؟ مين مضع أخلاق سبيله؟ وينه حسن حمية؟ بس أنا صرت هلأ بدي أسأل: وينه حسن حمية؟ هربان حسن حمية من الحبس؟ وينه؟ يعني أنا كنت عم طالب بالعدالة، هلأ صرت عم طالب وينه المجرم؟ اختفى؟ مين خفاه؟ وإذا هو منه مختفي بالحبس حدا يجي يقول لي محبوس. قاله تقريبا حسب ما حكي طلال حمية يعني 12 يوم تقريبا، يعني بالتاريخ اللي هن قالوه 3 سنين إلا الحكم اللي انتو استأنفتوه، يعني اللي استأنفناه نحن ما تعبر. رواية والدة إليان شكلت صدمة قضائية، لا سيما أن الجاني توارى عن الأنظار منذ أخلي سبيله في 12 نيسان الحالي. وقد أوضحت مصادر قضائية للجديد أن سجن زحلي كان قد نفذ حكم البداية ولم يتنبه إلى أن هناك تمييزا قد طرأ على القضية، مؤكدة أن محكمة التمييز سوف تصحح هذا الخطأ وتصدر مذكرة توقيف ثانية لإعادته إلى السجن. أما والدة إليان فوجهت رسالة إلى وزير العدل طالبة مقابلته. إذا أنت بتقبل، إذا إليان بنتك هيك صار فيها، إذا بتقبل نحن تحت القانون مش فوق القانون، بس بليز بدي شوف وعملي معروف وصليني لعنده إذا بتقدري، معروف يعني إذا أنت بتقدري خديني لعنده. تخونها دموعها فتنهمر على فراق فراشة البيت التي غدرت، فغادرت الحياة تاركة أمها وجدتها في حسرة تسألان: وين اللي قتل بنتي؟ جوال الحاج موسى، قناة الجديد. الحدث الشرقية والحدث الغربية. عاد إلى الواجهة مجددا قرار بلدية الحدث القاضي بمنع تملك غير المسيحيين وإيجارهم في البلدة. ففي نهار السبت الماضي أقدمت شرطة البلدية على إقفال محل لألعاب الميسر والقمار يعود إلى أسعد العزير، معللة السبب بعدم وجود رخصة قانونية وبحصول تجاوزات من قبل رواد الملهى. لأنه مؤسسة غير شرعية، رخصتها غير شرعية. بشهر 3 بتلاتة تلاتة أو 4 تلاتة بيجي مخفر حباش بسكرها، وخاصة إذا محل وكر للقمار ووكر للممنوعات ورواده قاصرين. نحن هذا المحل أقفل بصرف النظر كان اسم صاحبه محمد ولا اسمه مارون. نحن بلدة الحدد نموذج للتعايش للعيش المشترك،
نحن إذا بدك تردني للقرار اللي أخدينه بال 2010، هذا قرار أخدناه قلنا لهالناس اللي قاعدين بعد قلوا 30-40% اللي هن المسيحيين، جيت قلت له أنا ممنوع تبيع بيتك وممنوع تبيع أرضك، بدك تضل قاعد هون حفاظا على العيش المجتمع. صاحب المحل يؤكد أن السبب الحقيقي وراء الأقفال طائفي، مشيرا إلى وجود محال مشابهة في الحدث وفي أماكن سكنية وقرب دور العبادة، إلا أنها لم تقفل. معي ترخيص محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل، والوضع اللي عم بيقولوا عنه وبشأنوني بالمحل، أنا اللي إجا سكر المحل هو مكتب الإمارة، عايد الترخيص كان بيشبه اسمي باسم الشخص اللي قبل اللي اشتريت منه المؤسسة أنا. وقت اللي إجوا سكروا المحل طلعت لعند الرئيس قال لي أنا بش من هلأ من 2010 ما بدي مسلم بالحد. تفاعل موضوع الملهى وشكاوى عن مضايقات عدة يتعرض لها المالكون الذين يؤجرون غير المسيحيين، حيث تقطع عنهم المياه ويبلغون بضرورة فسخ العقود في غضون 3 أشهر. تطلع لتعمل معاملة بالبلدية بيسألك أنت على يمين الخط ولا شمال الخط البولفار، يعني هذا الموضوع تقسيم ديموغرافي يعني بيذكرنا بالحرب الأهلية. يلي عمله رئيس بلدية الحدث حسسنا بعد شوي ما ناخد منه فيزا لنفوت على الحدث. انبسطنا أنه انشالت المتاريس، ليه بده يرجعوها معنويا؟ في الماضي شطر هذا البولفار بيروت شطرين، فهل يكون اليوم شاهدا على تقسيم الحدث أو الحدث إلى شرقية وغربية؟ لكن من دون سواتر ومتاريس. النجم البرازيلي العالمي رونالدينيو في لبنان. فور وصوله إلى لبنان زار النجم العالمي البرازيلي رونالدينيو قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بحضور رجل الأعمال سمير شمخة والوفد المرافق. الرئيس عون رحب بالضيف والوفد المرافق معتبرا أن حدثا كهذا يعد مهما للبلد بشكل عام، داعيا إلى تقديم الصورة الحضارية عن لبنان وعدم الوقوع في الأخطاء. رونالدينيو أبدى سعادته بوجوده في لبنان شاكرا للرئيس عون استقباله قبل الحدث المنتظر بين نجوم ريال مدريد وبرشلونة. convido todos dia 28 para o clássico das lendas do Barcelona contra as lendas do Real Madrid. conto com vocês. um grande abraço. والله زيارتنا الرئيس كانت كتير ممتازة، ونتشكر على الاستقبال اللي أضاف قوة معنوية للإيفنت اللي بده يصير بهاليومين، وأكيد أعطى كل الدعم وقال كل إمكانيات الدولة حتكون بتصرفكم، تكون إضافة كتير كبيرة خاصة نحن قابلين على موسم سياحي، وهذا بيعطي وجه الحضاري للبنان، وإن شاء الله بنتمنى من الجمهور يملي المدينة ونأرجي الصورة الحضارية للبنان اللي هو بيتمتع فيها. رونالدينيو وصل اليوم، وغدا يصل سائر نجوم برشلونة وريال مدريد، ومن المرجح أن يزور النجم الفرنسي إريك أبيدال لاعب برشلونة مركز أطفال السرطان في مستشفى الزهراء. إبراهيم وهبي، قناة الجديد. عضو وكالة الناسا الدكتور دونالد توماس من الفضاء إلى لبنان. في إطار زيارته لبنان وقيامه بسلسلة نشاطات ومحاضرات في مختلف المناطق اللبنانية، عرض رائد الفضاء الأمريكي دونالد توماس عضو وكالة النازا تجربته المثيرة في الفضاء في جمعية الرسالة الاجتماعية في علي، وذلك بدعوة من مدارس الإشراق وبرعاية البلدية بالتعاون مع جامعة البلمان سوق الغرب. وقد ألقى الدكتور توماس محاضرة على تلامذة المدارس بأسلوب شيق شارحا تفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها رواد الفضاء، كما روى تجربته مع وكالة نازا التي رفضته 3 مرات قبل أن تعود وتوافق على تعيينه ضمن طاقمها. وعرض توماس صورا التقطها في أثناء رحلته لأماكن استرعت اهتمامه ومن بينها لبنان، فقرر زيارته بعدما شاهده من الفضاء. هكذا تبدو في الليل منطقة شرقي المتوسط، هذا البحر المتوسط، وهنا القاهرة ودلتا النيل، وتستطيعون رؤية بيروت، إنها هناك عند هذه الأضواء. يذكر أنه سيقام للدكتور توماس مهرجان تكريمي في 3 أيار المقبل في قصر يونسكو برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري. الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب يدعو إلى التظاهر في عيد العمال. الصرخة ترتفع في بعلبك على منافسة العمالة الأجنبية، وأخبار إضافية في هذه البانوراما المحلية. اطلع رئيس الجمهورية ميشيل عون في خلال استقباله وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في قصر بعبدة على نتائج زيارة الوفد اللبناني الاقتصادي لروسيا الأسبوع الماضي.
كما استقبل عون رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض وبحث معه في الأوضاع الداخلية والتطورات السياسية. كذلك التقى رئيس الجمهورية الوزير السابق كريم بخردوني وعرض معه مواضيع الساعة لا سيما قانون الانتخابات. الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب يدعو إلى المشاركة المكثفة في تظاهرة عيد العمال في الأول من أيار. إن الحزب الشيوعي اللبناني يدعوكم بمناسبة عيد العمال العالمي للمشاركة الكثيفة في التظاهرة العمالية والشعبية التي ستنطلق الساعة 11 من يوم الاثنين الواقع في الأول من أيار. بعد الصرخة التي علت من أصحاب المحال التجارية في بعلبك الهرمل بما يتعلق بالمنافسة الأجنبية، قام محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ورئيس جهاز أمن الدولة العقيد حسين سلمان بجولة على المطاعم والمحلات في السوق التجاري، وقد وجه خضر عددا من الإنذارات حيث رأى أن رئيس الجمهورية كلف أمن الدولة موضوع مكافحة الفساد، وهذا جزء من الفساد الذي نكافحه كأجهزة إدارية وأمنية. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفدا من نقابة مصانع الأدوية في لبنان برئاسة رئيسة النقابة الدكتورة كارول أبي كرم التي عرضت للتحديات التي تواجهها هذه الصناعة وفرص تطويرها. كذلك استقبل الحريري السفير التركي ثم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب الذي عرض له أوضاع الجامعة، ومن زوار السرايا المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بالحاج، وجرى عرض للمشاريع التي ينفذها البنك في لبنان والمساعدات المطلوبة لتلبية حاجات النازحين السوريين. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفدا من مجموعة الدعم الأمريكية الخاصة بلبنان برئاسة السفير السابق إدوار جابرييل، وأشار جعجع في خلال اللقاء إلى أنه لا حل في سوريا في ظل بشار الأسد لكونه يشكل جزءا لا يتجزأ من المنظومة الإرهابية بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن الحل يبدأ من خلال التخلص من داعش والأسد والضغط لإيجاد تسوية سياسية تفرض إيقاعها على المنطقة كلها. وإلى منطقة خلدي وتحديدا من محيط مكاب الكوستا برافا ننتقل مباشرة مع الزميلة جوال الحاج موسى، والأجواء بالتزامن مع بدء أصحاب وسائقي الشاحنات بالتجمع. جوال صباح الخير، يعني البارحة كانت الكارثة على المواطنين بسبب إقفال الطرقات على المواطنين من قبل أصحاب الشاحنات، والخوف كان من اليوم، كيف هي الأجواء اليوم عندك؟ نعم شادي، إنه يعني في اليوم الثاني على التوالي ينفذ أصحاب الشاحنات اعتصاما احتجاجا على قرار وزير الداخلية والبلديات في إقفال المرامل والكسارات. وكما ترى شادي حركة المرور طبيعية، إذ يبدو أن تجربة الأمس لم تعاد اليوم. حركة المرور عادية في منطقة خلدي محيط الكوستا برافا. أصحاب الشاحنات رفعوا يعني اعتكفوا عن العمل اليوم، رفعوا حاملات، ماذا نسمي هذه؟ كاميونات. نعم. شادي، إلى جانب الياس أحد أصحاب الشاحنات وهو يعني ينفذ هذا الاعتصام مع زملائه من أصحاب الشاحنات. الياس، اليوم عم نشوف أنكم رافعين شاحناتكم ومعتكفين عن العمل، وعلى ما يبدو ما تكرر يلي صار امبارح، لا علما انه يتجدر بها الاشاره لانه الاعتصام بدا من حوالي الساعه 7 صباحا او 6، يعني وعيته من الصباح الباكر لحتى تنفذوا هذا الاعتصام. صحيح. مطالبكم بعد نفسه؟ نحن طلبنا اول شيء من نوضح شغله لاذاعه، الجديد، انه نحن امبارح انحكى علينا انه نحن زهران مش زهران، والمشكل اللي صار امبارح هون نحن ما خصنا فيه نهائيا، لانه هو مش ضمن محل ما كنا نحن معتصمين، وامبارح كنا واقفين نفس الوقفه وفاتحين. عم تحكي عن الحادثه اللي صارت، تكسير السياره الشخصيه اللي احتجز بقلبها عن هيدي؟ نحن كنا على الاوزاعي وهو صار على الكوستا برافا، يعني هون بهي النقطه اللي صار المشكل. مين هو الشخص المحتجز ولا اللي اعتدى عليه؟ لا لا، المحتجز واللي اعتدى علي هون كان هو فعل الزلمه، ونزلوا قوصوا علي وعرفوا اخواته واجوا كسروا اللي صار، يعني نحن بالاساس ما خصنا. اللي قوص عليه مش من اصحاب الشاحنات؟ لا لا لا، قوص عليه من المعلومات، من فرع المعلومات، ومبين رصاصه بقلب الكاميون للزلمه، هو فعل وصل لهون ونزل قوص علي وافطر علي افطره يعني.
بس نحن امبارح إذاعة الجديد عم تقول انه نحن زعران، نحن مش قطعين طرق. على كل حال الجديد مش قالت هي انكم زعران، نقلت عن الاشخاص اللي احتجزوا بسيارات. هي هيك قالت انه هودي قطعين الطرق الزعران الميليشيات سياسوها عملوها حفلة انتخابية. نحن منا حملة انتخابية ولا بدنا قانون انتخابي ولا بهمنا الانتخاب ولا بهمنا مجلس النواب ولا النواب بنزيتهم. نحن بدنا ناكل، نحن عم نطلب انه نحن ناكل نحن واولادنا وندفع اقساطنا ونشتغل. نحن بدنا المرامل المرخصة شرعية تشتغل، بدنا الكسرات المرخصة شرعية تشتغل. نحن ما بدنا جهاد العرب هو يشتغل، هو جهاد العرب يشتغل ونحن قاعدين. هو سمني نحن زيت، هو دافع حق كاميونات ونحن سارقينهم. لا، نحن مثلنا مثل اي انسان، نحن عم نطلب مطالب حق اكثر من مطالب الحق ما بدنا. ونحن باقيين بالاعتصام وعندنا تصعيد، عندنا تصعيد. اذا ما استجابوا لقبورنا بدنا نصعد، لانه التصعيد بنرجع نحكي فيه بعدين. بس اما هلا نحن باقيين على الطريق واليوم باقيين على طول. اللي صار امبارح انه في كثير ناس علقت بعجقه، يعني ضربت العجقه من العالم بالعجقه. نحن اعتذرنا من العالم ونحن بعدنا بنعتذر من كل العالم اللي ضايقناها واللي اسأنا لها واللي سبنا سلم ديته وكتر خير. ونحن نحن قاعدين، حتى اولادنا وعيالنا كانوا على المدارس وقعدوا بالعجقه. نحن عم طبنا ناكل يا عمي، موقفيننا عن الشغل. عم نشوف انه حركة السير طبيعية. نحن هيك امبارح كنا، بس كنا مطرفين شوي عن الطريق. نحن ما زدنا ولا نقصنا، بعدنا نحسن نص قطع الطريق. نص قطع الطريق مثل ما بدك. بس الموضوع نحن التجأنا لكلامهم اليوم التجأنا لكلامهم. عارفي شوي اليوم التجأنا لكلامهم وبأمرهم. كلام مين؟ كلام الوزير الداخلية. سلم عليه. عارفي شوي، ونحن بنعتذر منه لأنه انزعج منا امبارح. بس يشرف يعمل معروف يجيب لنا لناكل، يجيب لنا لناكل. بكره اذا الله راد وما اجينا شيء من الله، اذا اليوم ما اجينا اي مطالب لنا، رح نسكر الطريق، رح نحط له الكاميرات بعرض الطريق. بده يلهبها يلهبها، بده يكسرها يكسرها، هو والدولة تعيته على راسي وعيني. بس نحن بدنا نسكر الطريق. جاي الانتخابات يعني عم بتهددوا بالتصعيد اذا ما تم التوصل لحل؟ اذا ما عطونا حل بدنا نقطعها. رأيك شو الحل اللي مفروض يكون؟ عمل الكسرات اصحاب الشاحنات المرخصين والكسرات والمرامل المرخصة فقط؟ يا اختي بدي اقول لك شغلة، اليوم هلا هني ما بدنا يعطوا للكل. طيب ليش سكر العالم كله سوا؟ سكروا اشتكات. طيب ما نحن عنا اشتكات عم نشتغل كنا، لا سكروا لنا اياها. لا، لما بدنا ناكل ونشرب يعني. طيب هلا تفضل يا هيدا 500 600 كميان هلا هون اللي واقفين هون على طريق المطار، هودي منين بياكلوا بيشربوا عيالهم؟ بيتهم منين؟ لولا دولاب كميوني بيتهم منين؟ السقف اللي قاعد تحته منين هو؟ اقفال المرامل والكسرات لشهر كيف بتاثر؟ يعني هالقد مردوده سيئه. بدي اسالك سؤال صغير، انا عندي مدارس، اذا عبقى بعثوا لي بيدي من المدرسه ما دفعت الاسر انا منين بدفعه؟ اجر بيتي بيسمح لي فيه صاحب البيت؟ بس احد الجرائم انت كل نقله بتقبض عليها، كل ما تاخذ كل نقله بقبض عليها. انا كل نقله بقبض عليها، وانا نقلت ما بقبض عليها ما باخذ اجاره. اللي ما بيشتغلها ما باخذ اجاره. طيب معلش قوم يشرف، هو في درك؟ في يقولوا له دركي ممنوع تقبض انت هذا الشهر؟ اليوم اعتصامكم، رافعين شحناتكم. نعم. واقفين عن العمل، اللي هو بطبيعة الحال انتم واقفين عن العمل لانه في شهر. يعني هيدا الاعتصام السلمي برايك حيسمعه الوزير المشنوق ويعني هو كان دعا لايجاد حل؟ شغله هو زلمه بيفهمنا، بعتقد بيفهمنا. هو خليك بوجه الكاميرا، انتم رجعوا لورا يا حسين. هو بيفهمنا، عارف ايش هو؟ مش ما بيفهمنا، هو بيعرفنا. هلا هو امبارح بيقول انه هيدي من رئيس الجمهوريه، هيدي قطع الكسرات. بنقول له لرئيس الجمهوريه نحن بنقول لك كتر خيرك وممنونينك، كتر خيرك وممنونينك، لانه نحن اللي جبناك على هالبلد ونحن بدنا اياك بهالبلد. انت عم تعمل فينا هيك، انت اللي عم تعمل فينا هيك. كيف لو بس اذا بتريد تبرم الكاميرا شوي لجوا، عمول معروف برملي الكاميرا عن جهاد العرب. هذا الرمل اللي عم ينشفط من البحر ما حدا شايفه؟ انه هذا المشنوق مش شايفه، اما ما هو خبر. الزباله اللي عم تنطم بلا تعليب بلا شيء، الروايح قتلت العالم بالشويفات.
العالم عم توصل على الجبل ريحة الزبالة، هاو ما شافوهم، شافوا الكسارة اللي مش مرخصة وشافوا المرمى اللي مش مرخصة اللي هن مغطينا. نحن من ناشد دولة رئيس مجلس النواب، انت مش ضد الكسارات والمرمى الغير مرخصة، نحن بدنا نشتغل شرعية. انا بهمني انا احنا بهمنا نشتغل شرعية، في كسارة مرخصة نحن بهمنا نطلع نحمل منها بدوام اللي مسموح ومنفل، نحن محترمين، ما بدنا نستفز العالم ولا ما نشتغل مش شرعية، نحن بدنا الشرع بس. اما هيدا اللي عم يصير جوا شو قصته؟ هل مش شايفينه؟ نحن من ناشد دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وناشد سيد حسن وناشد كل المعنيين بهذا الموضوع، ومنقول لهم الانتخابات جاية وان شاء الله صناديقكم حتروح مثل ما هي، ان شاء الله مثل ما حتجيبوها فاضية حتاخذوها فاضية وبإذن الله ان شاء الله. على كل حال جوال جوال صارختك تسمع جوال، يعني لنطمئن المشاهدين الذين سيتوجهون الى اعمالهم اليوم، لن يكون هناك اقفال للطرقات كما نشاهد هناك اعتصام، ولكن في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم اليوم هم يهددون بتصعيد غدا مع اقفال الطرقات. نعم شادي، هم تحدثوا عن تصعيد كما سمعت، ولكنهم لم يحددوا ماهية هذا التصعيد وعلى أي شكل سيكون حتى هذه الساعة، وعلى ما يبدو أن حركة المرور ستبقى طبيعية بوجود القوى الأمنية محيطة بأصحاب الشاحنات، وأصحاب الشاحنات ركنوا شاحناتهم إلى جانب الطريق وليس كما في الأمس يعني في منتصف الطريق ما أدى إلى زحمة السير. كما ترى حركة المرور طبيعية، ويعني حتى هذه اللحظات لا يمكن التنبؤ بأي شيء في يعني في الساعات القليلة المقبلة، ولكن حتى هذه الساعة يبدو أن الاعتصام سلمي بامتياز، وأن أصحاب الشاحنات يعني لا يطلبون سوى إيجاد حل نهائي لهذه القضية، وإلى أن يعني تجتمع الحكومة في مكان ما وأن يصدر قرار يعني بإعادة عمل الكسارات والمرامل المرخصة، على أن يعني كما قيل يعني كما تم الحديث عن جهاد العرب في المقلب الآخر من نعم. مكاننا يعني المسطرة يجب أن تكون على الجميع، يعني كما قال نقلا عن أصحاب الشاحنات. بطبيعة الحال شادي سنكون معك يعني في هذا النهار الطويل في حال ورود أي جديد. نعم شكرا لك جوال الحاج موسى، ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل رسالة البرغوثي إلى الأمم المتحدة. أهلا بكم من جديد. 12 سنة مرت على الانسحاب السوري من لبنان، فماذا تغير في هذه السنوات بعد تراجع النفوذ السوري؟ اتصل بي وزير الخارجية وقال اتصلوا معه بالهاتف من قمة عرمون، اتصلوا بوزير الخارجية ورجوه أن يطلب إلي أن أتصل بالرئيس سليمان فرنجية لكي يوقف القتال لأن الأمر سيء جدا. هكذا دخل الجيش السوري لبنان عام 76، أكثر من 30 عاماً بقي في البلاد، وانقسمت آراء الشعب اللبناني بين مؤيد لوجوده ومعارض له، وطوال فترة الوصاية كانت دمشق محطة رئيسة لأي استحقاق أو قرار يصدر في الشأن اللبناني، فتحكم نظامها بأدق التفاصيل من إقرار قوانين الانتخاب إلى تعيين الرؤساء. لو وعى المتورطون لرأوا أن ما يجري على أرض لبنان هو القاعدة وأن ما يفعلونه هو الشذوذ. في عام 86 طلب لبنان رسميا إنهاء وجود سوريا فيه، لكن لم يلقى طلبه آذانا صاغية لضعف السلطة اللبنانية أنذاك. في عام 90 طويت صفحة حرب التحرير بخروج عمادها منفيا من لبنان وبقاء الجيش السوري حتى عام 2005، وهو العام المفصلي في تاريخ لبنان الحديث. اغتيل الرئيس رفيق الحريري، فثار اللبنانيون مطالبين بخروج الجيش السوري من لبنان، وولدت ثورة الأرز، وترافق ذلك والقرار الدولي رقم 1559 الذي دعا إلى استقلال لبنان وإنهاء الوصاية. وعلى وقع الهتافات المطالبة بالرحيل السوري، أعلن الرئيس بشار الأسد في خطابه الشهير أمام مجلس الشعب قرار انتهاء سنوات حكم الأسد الأب في لبنان الشقيق.
سوريا ليس ضد الانسحاب كمبدأ، ونحن بدأنا بالانسحاب منذ عام 2000. اليوم وبعد 12 عاما على الانسحاب السوري من لبنان، ماذا تغير؟ وقت لما كان السوري هون كان في أمان أكثر من هلأ. بدك هون يرجع يعني؟ إذا بيرجع أهلا وسهلا، أي جيش بيرجع بيشفوت لهون أهلا وسهلا فيه. انسحاب جيش السوري ما تغير شيء بلبنان، وبعضه هي بعض العصابات هي زادة أكلين الأخضر واليابس هون عندنا بلبنان. هلا يجوا مدنيا كفوا علينا يعني أضرب يا محليون يا دلوا أحسن. تغير الواقع السياسي نحو الأسوأ، لأنه كان في وصاية سورية كانوا يضبطوا الإيقاع بين السياسيين اللبنانيين، هلا ما في ضوابط وكل واحد عم يغني على الله، فعلى طول بدنا الحمد لله بدنا وصي على هالبلد. مشهد مواكب مسؤولين لبنانيين للحج في عنجر انتهى منذ أكثر من عقد 12 عاما. تغيرت سوريا نفسها، أما نظام لبنان فبقي على حاله. أنين حلاق، قناة الجديد. على هامش أعمال المؤتمر الدولي السادس للأمن المنعقد في موسكو، محادثات بين وزيري الخارجية الروسي والسعودي بشأن أزمتي سوريا واليمن، وتأكيد للتنسيق بين البلدين. لا نعتقد أن بشار الأسد أي دور في هذا المستقبل، نعتقد أنه هو مسؤول كبير في قتل أكثر من 500,000 من المواطنين السوريين وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، ولا نعتقد أن له مستقبل في سوريا. وهذا ما نلتمسه من الأشقاء في سوريا. الأدلة واضحة فيما يتعلق بالتطهير العرقي الذي تقوم به الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. نحن الحرس الثوري مصنف، وفيلق القدس مصنف كمنظمة إرهابية، كمان حزب الله مصنف كمنظمة إرهابية. نحن نعتقد أنه لا مكان لهذه الميليشيات في سوريا أو في أي مكان في العالم العربي. أما بالنسبة للوجود الإيراني ووجود حزب الله في سوريا، فكما تعرفون فإن روسيا لا تعتبر حزب الله منظمة إرهابية، وإيران وحزب القوات الإيرانية وحزب الله وأيضا سلاح الجو الروسي موجودون على التراب السوري بدعوة من الحكومة الشرعية للبلاد. وبطبيعة الحال نحن نعرف الموقف السعودي، ومن الواضح أن هناك تباين ملحوظ في المواقف بيننا، ولكن مع ذلك روسيا والسعودية تقفان مواقف أنه من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة لابد من إشراك جميع الأطراف السورية، ولابد أيضا من إشراك جميع القوى الخارجية التي لها تأثير على الأطراف السورية، بطبيعة الحال باستثناء المنظمة المعترف بها كإرهابية من قبل مجلس الأمن، وهي قبل كل شيء تنظيم الدولة وجبهة النصرة. القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعرض فيها انتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى. وزعت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة رسالة في مجلس الأمن والأمانة العامة للمنظمة الدولية، وجهها القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي إلى برلماني العالم باعتباره أول برلماني فلسطيني يعتقل منذ عام 2002. الرسالة التي جاءت بعدما دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يومه العاشر، نشد فيها البرغوثي دول العالم دعم حملة إطلاق الأسرى الفلسطينيين والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد الذي تمارسه في انتهاك حقوقهم من خلال الإجراءات العقابية وغير الإنسانية ضد الأسرى التي لا يمكن الاستمرار في السكوت عنها. وقال البرغوثي إن الأسرى وصلوا إلى الإضراب عن الطعام لأنه أصبح الخيار الوحيد للتحرك دفاعا عن حقوقهم، وأضاف إن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 6500، وإن الفلسطينيين يواجهون احتمال الإدانة بنسبة تتراوح من 90% إلى 99% أمام المحاكم الإسرائيلية، فيما يتمتع الإسرائيليون الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين بوضع يقارب الحصانة. ورد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون على الرسالة الفلسطينية متهما البرغوثي بممارسة الإرهاب. ومن السياسة إلى الفن مع عمر خداج. سعيد،
افتتح بصالة المعارض في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك معرض عن جبال بيبلوس بعنوان جبال حيث ولد التاريخ. تضمن لوحات عن المدينة التاريخية والأثرية برعاية الرئيس البعثة اللبنانية في المنظمة الدولية سفير نواف سلام وحضور رئيس بلدية جبال زياد حواط ومشاركة عدد من السفراء ودبلوماسيين من مختلف الدول. اليوم مدينة جبال هي بأروقة الأمم المتحدة عم تنقل صورة حضارية عن لبنان واللبنانيين، صورة لبنان النجاح، صورة لبنان الإبداع، صورة لبنان التقدم والازدهار والتواصل بين كافة شرائح المجتمع والانصهار الوطني، صورة مختلفة تماماً عن الأزمات اللي عم تعيشها لبنان. Ladies and gentlemen, before leading you to discover and hopefully enjoy this exhibition, I'd like to thank the Lebanese American University for its support and commend the Arab ladies at the UN for their relentless efforts to promote Arabic culture and language at the United Nations. انه عندنا مثال عن الشغل بإيجابية. بعدين جبال، سألني عن جبال، جبال بقلبي، حبيبتي جبال. أطلقت مؤسسة سمير أصير بمؤتمر صحفي عقدته بمركز دار النمر الثقافي بحضور وزير الإعلام ملحي مرياشي وحشد من الإعلاميين برنامج مهرجان ربيع بيروت بدورته 9 من 4 ل 7 حزيران. بحب أذكر إنه مبادئ المهرجان هي إنه عروض أولى بلبنان لأول مرة بيجوا على لبنان. المبدأ الثاني إنه ليلة واحدة، كل ليلة بمكان مختلف، وكل ليلة عرض فني مختلف، يعني أو رقص أو مسرح أو موسيقى أو غناء. والمبدأ الثالث طبعاً هو إنه الدخول المجاني لكل الفئات. نحن كل سنة رح نشارك مع جيزال ومع كل المحبين بإحياء هالاحتفال، إحياء هالاحتفال لسببين أو هالمهرجان الكبير. السبب الثاني هو السبب الثقافي والإنمائي والفكري، والسبب الأول انكيب الموت. تتفاجأ إنه في ناس بتكون عم تعمل شيء مشان إحياء هذه المدينة، وبتطلب إنه أخي أعطي $100 بس ساعد. إذا ما كانوا هن موجودين بمحل ممكن إنه يظهرون بإنه هن أبطال، بينسوا أو ما بقى يردوا على التليفون. بس هذا المهرجان لازم يندعم مش بس من أهل بيروت ومن الناس ومن القطاع الخاص، أيضا يندعم من الدولة بشكل أساسي. هيدا للناس مش إلنا، نحن منحط من جيبتنا في هذا المهرجان. إذا بدك الحقيقة، هاي الحقيقة. لهون مشاهدينا بتكون وصلت مواضيعنا بنشة فن الخبر لنهايتها. باي باي. وإلى أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع ميشا جويش. مرحبا. الحدث الأبرز اليوم وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي هو علقة اللبنانية لساعات بسياراتهم بسبب تحرك أصحاب الشاحنات وقطعن الطرقات قدام المواطنين. وين علقانين هو الهاشتاج اللي تصدر تويتر وتفاعل معه الناشطين، حتى الوزير نهاد المشنوق لما طالب بفتح الطرقات وإلا رح يضطر يستعمل القوة استعمل هيدا الهاشتاج. وين علقانين بالسلطة وكل واحد عم بيسكر للتاني طرقات ووزارات وخدمات وما في غير المواطن كبش محرقة، وحتى من رحم المشاكل بتخلق النكتة مثل اللي سأل في شي وحدة عزبة علقانة على الأزاعة، الإمضى مواطن لبناني معه باسبور. أما الصور الأكثر تداولاً على السوشيال ميديا كانت لأصحاب الشاحنات اللي كانوا عم بيأرجلوا هن والناس عم تحترق أعصابهم بالعجقة. فيسبوك مرة جديدة عم يتعرض لانتقادات كتيرة بسبب خدمة اللايف اللي بيتميز فيها، واللي صارت مستعملة كذا مرة لتصوير جرائم قتل واغتصاب وانتحار، أو حتى اللي عم بتسبب بحوادث سير. آخر هالحوادث من تايلند لما صور بي بطريقة اللايف كيف عم يقتل طفلته اللي عمره 11 شهر وكيف رجع تخلص منها ومن بعدها انتحر، والفيديو بقى موجود على فيسبوك 24 ساعة قبل ما تمحي الشركة وتقدم التعازي للعائلة المفجوعة. ورغم أنه إدارة فيسبوك قررت تحط إجراءات جديدة للتسجيلات المصورة مثل أنها تسريع عمليات الإبلاغ عن المحتوى وتسريع عملية مراجعة المحتوى، بعده فيسبوك المنصة الوحيدة اللي عم تستخدم لتصوير الجرائم.
وأيضا من الشرق الأقصى وتحديدا من الصين انتشر فيديو لطفلة عمرها سنتين نجت بأعجوبة من بعد ما خبصتها أول سيارة ورجعت خبصتها سيارة تانية بظرف ثواني. وبما أنه الطفلة كتير صغيرة ما قدروا يشوفوها السائقين وبترجع بتبين سيدة إجت راكدة لتاخد الطفلة اللي لحسن حظها بس أصيبت بردود خفيفة. لهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا اللي فيكن ترجعوا تتابعونا على صفحة ترندز على فيسبوك وفيكن تتابعونا على الحسابات اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. أخبار جديد من مواقع التواصل الاجتماعي بنشرة بكرة. وإلى ديمقراطية. كليك تك. العوافي بلا تأهيلي بلا نسبة بلا مختلط بلا ستين بلا بلوط. كل حديثنا اليوم عن الزعران. الأزعر لازم يكون بالسجن، لكن بلبنان الأزعر بيحول بلده لسجن وبيسجن شعبه على الطرقات. ومثل ما الموسيقي الكبير بيكون التلمز عيد موسيقار بارع أو أقله تأثر فيه، ومثل ما الشاف الناجح بيكون تعلم من شاف بارع أو تأثر فيه، فالأزعر الكبير اللي بيقطع شرايين وطن أكيد تربى والتلمز عايدين زعران كبار وبارعين صار لهم سنين بلطجية عالسلطة بهالبلد أو أقل له تأثر فيهم. وأبشع نكتي اليوم إنه كل 15-20 كميون شفناهن اليوم تابعين لفرد راس، فعن أي عيال عم يحكوا؟ خلونا نشوف وبكرة بشوفكم. هي 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 انتو تعالوا لهون. نعم أمور. افتحوا الطريق فورا. حضرتك استاذ بصفتك مين عم تأمرنا؟ انا وزير داخلية لبنان. عفوا، بس نحنا بنشتغل سواقين عند توفيق، هو قلنا اقطعوا الطريق وهو بيقلنا نفتحها. ما فينا نزعل خواجة توفيق، شنو عنا عيال. اوف، وانت كمان سوري؟ نعم، شايفني من قبل مو؟ هلأ كل هالشاحنات لخواجة توفيق وانتو شوفريتو قاطعين الطريق؟ ما في شي شوفر لبناني هون؟ مبلا مبلا، انا معالي الوزير. افتح الطريق فورا. انا مش قطعه، انا شوفر تاكسي وشوفرية توفيق قاطعين لي الطريق. هلأ كل لبنان عالان عالطريق كرمال هالاخ الله يا توفيق. بتشوف يا توفيق عندنا هاد المشنيق بفرجيك. والآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، والبداية من صحيفة النهار. وفي منشات النهار: الحريري يرفض التمديد والأزمة بلا مسارب، مشروع بري ضربة جديدة للتأهيلي ونسبية بست دوائر ومجلس لشيوخ، المشنوق القوة إذا لزم لمنع إقفال الطرق من اليوم ولن نخضع للابتزاز، خلاف روسي سعودي على إيران وحزب الله والأكراد يطالبون بحظر طيران، منازلة مفاجئة على الأرض بين ماكرون ولوبان، وساركوزي يعلن دعمه للمرشح الوسطي. ومن صحيفة النهار إلى صحيفة الأخبار: مزايدة السوق الحرة اليوم، تعديلات وتفسيرات مشبوهة في دفتر الشروط، عون يقبل بالستين بدل التمديد، رهائن الكسرات على الصورة الأساسية. وإلى صحيفة الأنوار، وفيها اليوم صحيفة الأنوار: الحريري نستطيع إقرار قانون الانتخاب إذا قدم المسؤولون تنازلات، قوى الأمن تستعد للتدخل في حال أقفلت الشاحنات الطرق. وأيضا موسكو تشارك واشنطن بانتقاد الغارات التركية على الأكراد. وإلى صحيفة الديار في هذه الجولة: قانون العقوبات الأمريكية يعبث بالاستقرار والاقتصاد، دهس كرامة الناس وهيبة الدولة مهزلة، هذا ما يقبل به عون والحريري يحاصر التمديد. أيضا في الديار: لافروف للجبير، حزب الله ليس إرهابيا وإيران تساهم بالحل، ترامب مصير الأسد يقرره الشعب، دمشق لا يستحق التعليق، البابا فرانسيس في القاهرة غدا، هولاند ينتقد ماكرون لا يتعامل بجدية، أكبر عملية بناء منذ عام 1967، حي استيطاني جديد في القدس المحتلة. وإلى صحيفة المستقبل:
دعا من عين التينة إلى خفض السقوف الانتخابية، وبري أكد جدية طرح مجلس الشيوخ. الحريري ضد التمديد، أريد حلا قبل 15 أيار. أدلة بريز على مسؤولية نظام دمشق عن مجزرة الكيميائي. الجبير من موسكو، لا مستقبل للأسد. وإلى صحيفة البناء، وفي البناء معارك تركية كردية شمال سوريا، والجبير حمل إلى موسكو خطة تحريك الجنوب، لافروف حزب الله شرعي كقواتنا، ونشر منظومة روسية للإمساك بالجو. اللبنانيون عالقون في الانتظار في الانتظارات والطرقات، والحريري لتحالف ثلاثي جديد. ومن البناء إلى صحيفة اللواء، وفي اللواء لقاء بري الحريري، لا اتفاق ولا فراق، صيغتان انتخابيتان قيد التداول، والشاحنات ضغوط انتخابية في الشارع. القوات الروسية تعلن حمايتها لكامل أجواء سوريا. والسعودية تحبط تفجير محطة بترول بزورق حوثي مفخخ. والملك سلمان يقبل الدعوة لزيارة موسكو. أما في صحيفة البلد، قطع الطرق يستنفر الدولة، ومعطيات انتخابية جديدة. تنسيق تركي أمريكي روسي قبل استهداف الأكراد. وماكرون يحرج لوبان في معاقلها. وفي صحيفة الجمهورية لليوم، الحريري يلاقي عون لا للتمديد. والصورة الأساسية استياء من قطع الطرق. وإلى صحيفة الحياة، خادم الحرمين قبل دعوة بوتين، والجبير التقى لافروف في موسكو. توافق سعودي روسي على دعم أستانا، وخلاف على مصير الأسد. إحباط محاولة ميليشيا الحوثيين تفجير محطة لأرامكو. تصعيد تركي كردي يشمل القوات النظامية. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، وهي آخر الصحف، فرنسا تثبت بصمة النظام في كيميائي خان شيخون. الجبير لا مكان لإيران وميليشياتها في العالم العربي. اتفاقية عسكرية سعودية جيبوتية لمراقبة تدخلات إيران في اليمن. وأيضا وزير خارجية قطر للعبادي، إذا لم تحتاجوا الأموال أعيدوها. كان في النشرة الحريري من عين التين رافض للتمديد، ولكن يمكن موقف من التمديد واضح. موقف من التمديد، أنا كنت ماشي بالتمديد، اليوم بقول لكم أنه لا، مش ماشي بالتمديد. قطعوا، ضربوا، كسروا، وحملوا السلاح باسم المطالب. روحوا على بيت رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، هول الثلاثة هن اللي بيحلوا لكم المشكلة، طريق ما بتحل لكم المشكلة. والأمن يتحرك ابتداء من اليوم. قادرين نفرض تطبيق القانون بكل الوسائل الممكنة، قادرين، أكيد قادرين. قاتل إليان حرا، والقاضي آخر من يعلم. مين مدعى أخلاق سبيله؟ وينه حسن حمية؟ رونالدينيو للجديد. Para o clássico das lendas do Barcelona contra as lendas do Real Madrid. Conto com vocês. Um grande abraço. وفي النشرة، أغرم بلبنان من الفضاء فهبط فيه. نشرتنا انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد.tv، وعلى فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. إلى اللقاء.